طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لماذا ترفض بعض الكتل السياسية نتائج الانتخابات؟ ولماذا تعبر عن هذا الرفض بالتهديد والوعيد؟ أليست هناك آلية تدعى بالطعن بنتائج الانتخابات؟ أم أن هذه الكتل السياسية صاحبة الميليشيات المسلحة لا تفهم سوى لغة السلاح والتهديد؟ ما الذي يريده نور المالكي الذي حصل على 34 مقعدا في الانتخابات البرلمانية لكي يترأس ما يسمى بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات؟ هل يريد بهذا التهديد العودة لرئاسة الوزراء، أو على الأقل الحصول هو ومن معه وعلى رأسهم هادي العامري زعيم منظمة بدر على مناصب أكثر؟ كيف نفهم تناقض من خون ثوار تشرين الذين خرجوا من أجل الحقوق وتغيير النظام الفاسد، واتهموهم بالعمالة للخارج وقتلوهم ولاحقوهم، وهم اليوم يعترضون على الطريقة الديمقراطية التي ابتدعوها؟ هل الديمقراطية مفهوم يتغير بحسب مصلحة زعماء الميليشيات والأحزاب في العراق، أم أنه مفهوم واضح معناه حكم الشعب والتداول السلمي للسلطة؟ لماذا لا يعترف الخاسرون بأن هذه الانتخابات شهدت أقل إقبالا من قبل الشعب العراقي، ولم تبلغ نسبة المشاركة سوى 12% كما قال أياد علاوي، وأن الانتخابات البرلمانية المبكرة باطلة وغير شرعية جراء ضعف المشاركة الشعبية فيها؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم بعنوان لماذا ترفض بعض الأحزاب والميليشيات في العراق نتائج الانتخابات الأخيرة. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. لم تكن الانتخابات الأخيرة في العراق إلا محطة جديدة لسقوط الأقنعة عن شركاء العملية السياسية، فقد أسفرت عن صراع بلغة أكثر انحدارا وتهديدات متبادلة تكشف عن المستوى الذي وصل إليه هؤلاء. تهديد للسلم الأهلي، بهذه العبارة عبرت القوى والميليشيات الخاسرة عن رفضها لما آلت إليه نتائج الانتخابات، مع سيل من الشتائم رد عليه الفائزون بمثله قبل أن يتطور الأمر إلى استعراض للقوة في الشوارع. أحرق المعترضون خلالها إطارات وأغلقوا طرقا مختلفة مطالبين بإلغاء النتائج. الميليشيات المسلحة التي وقفت إلى جانب القوات الحكومية في قمع تظاهرات تشرين والتسبب بمقتل مئات المتظاهرين وإصابة عشرات الآلاف، ها هي اليوم تنزل إلى الشوارع متهمة حكومة الكاظمي بالتورط في التلاعب بنتائج الانتخابات بالتعاون مع من أسمتهم الأيادي الخارجية، وهي التي لا تخفي ولاءها لإيران بل وتفتخر بذلك. إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الكاملة وحلول القوى والأجنحة التابعة للميليشيات الموالية لإيران بمراتب متدنية تسبب بهيجان جديد لهذه الكتل التي أطلقت على نفسها اسم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، مهددة دون مواربة باستخدام السلاح لانتزاع ما تعتبره حقها. ابد ما نعطيها ان شاء الله. لا والله ما نعطيها ابد. خش اللي يريد ياخذها، يريد ياخذها من عندنا ماكو، خلي ياخذها بهاي. هي ذات العبارة التي استخدمها يوما ما نور المالكي، والذي تحول من ناقم على التظاهرات ومهددا الاعتصامات بإنهائها، وإن كلف ذلك بحرا من الدم، يتحول اليوم إلى مؤيد لها وواصف لها بالسلمية، في تناقض آخر لهذه الشخصية المأزومة وفقا لمراقبين. الميليشيات بدت وكأنها تتسابق فيما بينها باستخدام لغة التهديد وإطلاق عبارات الوعيد، فميليشيا العصائب هددت البعثة الأممية بالتعامل معها على شاكلة أرتال الدعم اللوجستي الأمريكي، بينما حملت ميليشيا حزب الله مفوضية الانتخابات مسؤولية ما سيحصل،
وهو ما بدت بوادره بالإجراءات الأمنية المشددة والازدحامات الخانقة التي عمت بغداد ومدن العراق الأخرى بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من صراع السلطة التي وسدت لغير أهلها وديمقراطية مشوهة يريد حامل السلاح فيها أن يخرج فائزا أو أن يحرق البلاد. نعم، معنا اتصال أبو رائد من واسط. أبو رائد، لماذا ترفض بعض الأحزاب والميليشيات في العراق نتائج الانتخابات الأخيرة برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للميليشيات والفصائل وهاي الزندقة كلها المنمومة بالفتح، لأن الكمة وهاللمة هذه هي الفتح المرجعية ميخال، صارت الفتوى وصارت الأحداث وانتهت الأحداث عادي، لكن دخل المرجعية نفسها هسه تقول يا انتهى دوركم كل من يرجع المكان يرجعون، لا، هذه هي قبل الفتوى كانت هاي الميليشيات عن طريق المالكي أنه يصير هالشغلة هذه ويصير تحالف الأكبر ويستلم السلطة ويصير هو اللي يدير دفة الحكم ويبقى موالي لإيران، وهذه كلها برمجة ومسرحيات. حس نفسه بالمانيات مو صار جيش شعبي، مو دي الفترة وانتهى وكل ما راح المكان والوظيفته إلا هذا مقدس من السماء وما ينحلوا هذا العامل 24 ساعة هو العصابات مالته وإلا أنا وإلا أنا والحشد. نعم إجا فتوى، لكن مو كلهم عملاء وخونة لإيران، بيهم مطنيين وبيهم شرفاء عراقيين. نعم. فما انتخبوا اللولة شافوا الوضع مال وصل العراق إلى هاوية، اقتصاد زراعة صناعة كلها تدمر، فما انتخبت كل الشانات اللي وياه، يعني حسوا عن الرسم مال وطنهم. هو لا شلون آني كلها وياه، إيه طبعا وياك بس ما انتخبوا، المفروض تحترم نفسك وشبابك وتخلي المجال الآخرين. نعم. هذا اللي أنا أقوله. يعني هذا أريد أسألك أبو رائد، يعني إذا عندك وقت، يعني بالألفين وثمنتاعش هادي العامري وغيره حصلوا على مقاعد بالبرلمان، ومعروف بالألفين وثمنتاعش ما شارك 18% من نسبة اللي يحق لهم التصويت بالانتخابات، تمام، وكان بيها تزوير كذلك، وقالوا في وقتها بأنها انتخابات نزيهة وهاي الديمقراطية وإلى آخره. نعم. زين، هي لعبة ديمقراطية. نعم. حتى يعني بالعراق ربما هذه الكلمة لا تسقط على النظام السياسي أو العملية الجارية، ولكن لو افترضنا بأنها ديمقراطية، يعني أنت من تفوز الانتخابات تسويها كأنه أنت باليابان، حلال هذه ديمقراطية، من أنت تقل مقاعدك أو تخسر لا تهدد بالسلاح أو تنزل. شو نفهم من توجه هذه أو فكر هذه الأحزاب أو الزعامات اللي تهدد اليوم؟ أبو رائد، ليش هذا التناقض بالطرح؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو رائد من واسط. معنا أبو علي من لندن. أبو علي، لماذا ترفض بعض الأحزاب والميليشيات نتائج هذه الانتخابات؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك حبيبي. يا هلا بك. لانه هم خاطرين اللي جاي يرفضون هذا الشيء، وهم ما كانوا متوقعين يخسرون بهالخساره ويسقطون بهذا السقوط، لانهم متوقعين المرجعيه الفاسده، وانا مسؤول على كلامي، المرجعيه الذي تدعم الميليشيات والعصابات في الخضراء هم الذي يدعموهم، وفتوى هذه الفتوى ما توقعوا يجيبون هذه النتائج، وابو تراب ما ادري منه هذا يهدد يقول احنا الحشد منعوا بسهوله جايين من فتوى المرجعيه. انا اسال المرجعيه مثل ما اعطيتوهم هذه الفتوى برفع السلاح وبمسرحيه الحشد، مسرحيه داعش، وجبتوا لنا الحشد وسويتونا هاي المسرحية، ليش ما تطون فتوى سحب السلاح؟ يعني ارجع السلاح للدولة أخي، ارجع السلاح للدولة، السلاح وداعش ولا أكو شيء. يا حبيبي هذه كلها الانتخابات كلها مسرحية بمسرحية،
هم ليش هم ليش هم ليش هم اصلا يعني اقبال على الانتخابات 8% يا اخي 8%. انا قلت اول يوم الانتخابات وبعض جماعه قالوا 20%، والثاني يوم صرح ما اعرف اياد علاوي ما اعرف منو صرح 12%. 8% ما طلع الشعب العراقي، طلعوا ذول الجلاوزه اصاباتهم ميليشياتهم ميليشيات الاحزاب. هذول يتوقعون يعني فتوى المرجعيه راح يجيبون 100%. بامر الانتخابات ما وصلت الى يعني باحسن الحال ذاك الظروف ما وصلت 40%. زين شو نفسر؟ نعم نعم شلون نفسر هذا التهديد؟ يعني تهديد دا ينزلون بالشوارع اللي كانوا يخونون بالمتظاهرين السلميين اللي كانوا يطالبون بالحقوق وبتغيير هذا النظام الفاسد، اليوم هم نازلين بالشارع دا يحرقون تايرات، يطعنون بنتائج الانتخابات، يتهمون المفوضية بالتزوير، اتهام لرئيس الحكومة الكاظمي بالتعاون بالتزوير، اتهام الأمم المتحدة، اتهام المفوضية، تهديد واضح وصريح. ليش هذا التهديد؟ اخي اي كلام اني اتكلمه اني مسؤول على نفسي، لا القناه مسؤوله على هالكلام ولا اي واحد مسؤول على هالكلام. مستقوين بالمرجعيه عمي، مستقوين بعبد المهدي الكربلائي وكيل السستاني، مستقوين بالسستاني نفسه، مستقوين باحمد الصافي وكيل السستاني. كلمه واحده من السستاني اذا هو عايش شاعرنا محمد روفا، كلمه واحده منه ها يرجع السلاح بيد الدولة. مستقوين بيهم عمي، مستقوين بيهم. نعم زين اليوم نعم أبو علي أبو اليوم علي. المالكي نعم. حصل على 34 مقعد وبنفس الوقت ترأس ما يسمى بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية التي رفضت وطعنت يعني بنتائج الانتخابات واعتبرتها بأنها مطعون بنتائج هذه الانتخابات. زين هو محصل 34 مقعد، شو يريد؟ شو يريد اخي المالكي؟ لحد الان هو ما عاف راتب رئاسة الوزراء، ما عاف القصر مال رئاسة الوزراء. اخي ازاي تحكي؟ لا المالكي عافه ولا عادل عبد المهدي عافه، كلهم ذولا يطبون ما يطلعون عمي. المالكي بعد عنده سلطة رئاسة الوزراء ذاك الوقت، كان عنده لحد الآن موجودة عنده هاي السلطة. أخي مستقوين بالمرجعية، مستقوين بالسستاني، مستقوين عبد المهدي الكربلائي. ليش هذا صالح اسمه هذا صالح ذاك قبل؟ زين أكو آلية أبو علي، أكو آلية يقدرون يروحون يطعنون بنتائج الانتخابات. هم يقول لك هذا النظام السياسي نظام ديمقراطي ويكفل حرية التعبير، ويقولون أكو دستور، أكو نتائج انتخابات طلعت يوم السبت والمفوضية قالت هناك حق طعن بهذه النتائج خلال 3 أيام، خليه يروح يطعنون بها. ليش هذا التصعيد؟ ما يقدرون يطعنون. هم مقتنعين أنهم خسروا، أنهم هم برأيك مقتنعين بأنهم يعني خسروا الكثير من القاعدة الشعبية التي كان يعني يستندون عليها، ما عندهم بس لغة التهديد والوعيد اليوم؟ لغة السلاح سقطوا أخي، سقطوا أمام الشعب. مجلس الأعلى سقط، حزب الدعوة سقط، حتى المرجعية سقطت أخي، سقطت أمام الشعب. يعني برو المرجعية السستاني يعني الفتوى يطلعون 8% من الجلاوزة من الشعب العراقي الحر، من أحرار العراق، ما طلع عمي، سقطت. بس بقت ورقة التيار الصدري، هذا عم راح تسقط مع السنة، وسمعوها مني راح تسقط مع السنة ورقة التيار الصدري، وانتي هذا الحكم الشيعي، وأنا ابن النجف عمي، أنا أبو علي النجفي. أرجوك مرة ثانية من أتصل بك اكتب أبو علي النجفي حتى يعرفون ابن النجف شو يحكي لهم. زين مع احترامي اهل الفدوجه والرماده حطهم على راسي، زين نعم، وتكريت والانبار وصلاح الدين والموصل كلهم حطهم على راسي. بس احترام ابن النجف، سقطت المرجعيه، سقط حزب الدعوه، سقط مجلس الاعلى، راح يسقط مع السنه تيار الصدري حتى لو يستلم الحكم.
حتى لو يستلم حكم راح يسقط، وان شاء الله راح تطلع هذا الحكم الشيعي راح يطلع من العراق. اخي احنا مو مال حكم، احنا مو مال حكم، الحكم الطيب بيد اهل الحكم، الطيب لاهل الحكم، احنا مو مال حكم عمي، احنا مو مال حكم. تفضل. انا اشكرك ابو علي من لندن كان معنا. كيان من بغداد. كيان، يعني لماذا تعبر هذه القوى، هذه الزعامات، هذه الميليشيات تعبر بالرفض بالتهديد والوعيد؟ هناك يعني هناك طعن، ممكن تذهب إلى طعن هذه النتائج عن طريق المفوضية. كيان من بغداد، هل تسمعوني؟ أهلا وسهلا. أول شيء يسعد مساك أستاذ محمد. يسعد مساك عمر معك. وتحية العمو أستاذ عمر، تحية طيبة لك وللسادر. يا هلا أستاذ عمر، قبل لا جاوبك. نعم. هذا فيلم صناعة أمريكا. نعم. إخراج إيران، تنفيذ بأيادي عراقية، والضحية الشعب. هو هذا الشعب مكتوب عليه ضحية. أستاذ عمر. نعم. الجماعة ترى انتهوا، هاي وشالة مالتهم، وشالة ومن عندهم وبيهم رفضوهم. هاي الميليشيات من عنده وبيه رفضا، انقسم عنا، ابتعد عنا، رفضا لإنشاء قتل ودماء وتجريد ونهب وتهجير وفقر وجوع وزراعة ماكو، صناعة ماكو، صحة ماكو، وتعليم ماكو، وكل شيء ماكو بهالبلد هذا. بس كلام. يعني هم جايين بس يسولفون، بس يسولفون خير حون غير بلد يسولفون. حتى هم هذا هذول شو شلون 41% مين جبتوا هذا الرقم؟ تعب كلنا بالبيت ما طلع الانتخابات. طبعا اياد علاوي يعني تحالف اياد علاوي قال ما شارك بهذه الانتخابات 12%، واعتبرها بانها هذه الانتخابات باطله. هذا احد رموز العمليه السياسيه في العراق. نعم. من العام 2003. نعم. اسمعني استاذ عمر ارجوك. هذا حسب صدق 12% هم هواي. انا اقول التقدير الشخصي، اقول هواي. نعم. انا ما جاي اخفي، بس اقول هواي 12%. استاذ عمر هذول لا ينجروا من جواه، انجر من جواهم والابصار، سلطه وشهره ومال، هاي كارثه. انسان ما يتحمل هذول، وين يروحون؟ بالدول ينقتلون، بالعراق مرفوضين، كل مكان مرفوضين. فهذول وشاله مالتهم استاذ عمر، ترى هذول جبناء تتغرك، لا سلاح، لا هم لا جعجعته، بس هم اليوم سوين بغداد الزحامات، سادين الخضراء وطالعين بالشوارع يستعرضون، ومسوين الشوارع الزحامات، ايش قاعد يسوون؟ يردون يعاقبون الشعب، ليش الشعب ما طلع انتخب؟ يردون يعاقبون، هو هسه هاي وقته، هسه هذا للشعب العراقي، للناس الشرفاء فقط، المو شريف ما لي كلام وياه، انا انادي الشرفاء، هذا وقته هسه يا الشرفاء. يا الطيبين، يا الماكلين من خبز العراق وشاربين من مي العراق، يا النايمين جوا سما العراق، يا من انتم تحملون جنسيه العراق، هذا وقتها. هم وشاله ومحصورين بالزاويه الميته، الله وكيلك بالزاويه الميته. خلينا نقوم عليهم ونخلص من عندهم، والقران صريح، بسم الله الرحمن الرحيم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا كلام الله نزل على النبي محمد وعلى صدر محمد السلام. وهذا كلام. نعم. الله واضح من مظاهرات سلمية. نعم. تنطلق عليها رصاص حي وتمتثل الشباب، هاي الشباب الحلوة وما حد يستذكرها. من واحد من عندهم يصير عنده صداع يروح لندن يعالج روحه، واحنا الشباب هنا تموت كأنه ما لا شيء. نعم. هاي انتخابات استاذ عمر، هاي انتخابات صارت والشعب رفضكم، ما يريدكم نهائيا، تمام؟ طلعوا عمنا عيب. زين شو مفسر اخي الرحمة. نعم. شو مفسر اخي كيان بانه نوري المالكي زعيم تحالف دولة القانون واللي كان رئيس للوزراء لدورتين على مدى 8 سنوات، وتسبب ما تسبب به للعراق بحسب لجان برلمانية، تقارير لجان برلمانية، اليوم هو حصل على 34 مقعد، وبنفس الوقت يتزعم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية اللي ترفض نتائج الانتخابات. شلون نفهم هذا التناقض؟ يعني أنت فائز ب 34 مقعد وبنفس الوقت ترفض نتائج الانتخابات، شو يريد نور المالكي برأيك؟
استاذ عمر طبعا لا تسمح لي ارجوك دول قلبه. راح اعطيك مقارنه بسيطه ثانيتين، تعرف شلون تدار هاي الدوله؟ انا اقول لك شلون تدار هاي الدوله. هاي على لسان وزير سابق اسمه صفاء الدين صافي، اسمعني انا من وياك، شلون تدار هاي الدوله؟ هاي الدوله مثلا وزير يريد يسوي فد مشروع للشعب، يمنعونه. ليش يمنعونه؟ على مود ما تنحسب الزمن هذا الوزير، هاي وحده. اما المالكي استاذ عمر، ترى المالكي عنده خلاف ويا سيد مقتدى وخلاف حاد، ومن هو الضحيه يطيح بهالخلاف؟ الشعب. كيف ترجع براس الشعب؟ هذا يقول لك ما تصير بعد ولايه ثالثه، وذاك يقول لك اخذت 73 مقعد باطل وما خليك توصل للحكم وما تعرف للسياسه، هو انت جابك على السياسه وش حطك؟ استاذ عمر هذول، شوف استاذ عمر والله العظيم والله العظيم احنا مضرورين وراح ننظر بالزايد وراح تصير عمليات اغتيال بيناتهم، وتذكرني يقول حكاك اياك راح تصير عمليات اغتيال بيناتهم مضرورين. يا شعب يا عراقي يا طيب يا اصيل يا شريف، نعم. خلينا نطلع عليهم يا اخي، احنا الطيح قدمنا ما قدمنا، والله شوف والله العظيم. نعم. هاي العشائر الضامره، تسمح لي استاذ عمر، العشائر في اتصالات نعم ما سكتت اقل دقيقه، مو لاخذ 5 ملايين ومسدس، لا هذا خيولي العشائر هاي الضامرات لا تجتمع من جنوب ولا شمال العراق، تغدوا لا تسوي شيء، بس اجتمعوا تغدوا ولا سياسي يظل بالخضراء يا اخي. طلعوا عليهم، خلنا ننهيهم دول، شنو هم هذول؟ ما تقول لي هذول ناس قوائم في شبك. واشكرك واشكرك. انا اشكرك يا من بغداد، كان معنا اتصال محمود من الموصل. محمود تسمعني؟ محمود ابو عراق من الفلوجه، تفضل ابو عراق. ليش بعض الاحزاب والميليشيات ترفض نتائج الانتخابات الاخيره؟ ابو عراق تسمعني؟ ابو عراق يبدو ان ابو عراق يعني فقد اتصال مع ابو عراق. طبعا واصلت قوى سياسيه لديها ميليشيات مسلحه حليفه لطهران في العراق تحشيد اتباعها للتظاهر ضد نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في 10 من الشهر الحالي، وأظهرت تراجعا كبيرا لها على حساب قوى سياسية أخرى وسط استمرار الاستنفار في صفوف القوات الحكومية التي انتشرت بكثافة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية أمس الأحد تظاهرات لما بات يعرف بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية التي أو الذي يضم قوى سياسية خاسرة في الانتخابات، بالإضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي الذي اعترض هو الآخر على النتائج على الرغم من حصول ائتلافه على 34 مقعدا. قام المتظاهرون بحرق إطارات السيارات في الطرق وإطلاق تهديدات ضد مفوضية الانتخابات، كما دخل بعض المتظاهرين في مشادات كلامية مع عناصر أمنية حاولت منع عمليات قطع الطرق. توجه المالكي مساء الأحد إلى المعترضين على الاحتجاج السلمي قائلا في بيان إلى المواطنين الكرام: أخاطبكم في لحظة حرجة خطيرة من مسارات العملية السياسية، وأرجو أن تكون اعتراضاتكم على نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الأمن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب كما أسماهم، لأن هذا يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الأمن والاستقرار. كما دعت ميليشيا حزب الله قوات الأمن إلى حماية تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي وعدم الاعتداء على أحد منهم مطلقا. سبحان الله، قبل فترة كان يحاربون ويقتلون ويخونون بمتظاهري تشرين، واليوم يدعون القوات الأمنية إلى حماية المتظاهرين. طبعا طالب المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري في بيان نشره على قناته في تليجرام بمحاسبة رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي على ما وصفه بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات، وحذر بالقول: يجب العمل بأسرع وقت لإعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم، وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى ما لا تحمد عقباه كما قال. معنا اتصال زيد من بغداد. زيد، لماذا ترفض بعض الأحزاب والميليشيات الخاسرة في الانتخابات وكذلك التي حصلت على مقاعد نتائج الانتخابات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا بك. صوتي واضح ان شاء الله؟ تفضل. استاذ عمر، هاي الاحزاب يعني ما تترك بصوره يا اخي، مكاتب وما هاي يعني صار يتركوها بسهوله، ما يتركوها. استاذ عمر، هذا الشعب نايم والميليشيات تستعرض سلاح الدوله وتقتل بالناس. استاذ عمر دمرونا والله العظيم، دمرونا. هذا الشعب ليه تبقى ساكت؟ ليه تبقى نايم؟ فاني حتى والله مليت من الحكي. هذا الشعب ما في شيء والله. استاذ عمر، هذول الاحزاب ما لهم الا القوه، هم دا يستعرضون عن هسه. هذا ابو التراب شفنا شايل السلاح، مو هذا مال مكافحة الارهاب ما ادري منهم، وشايله والله ما لهم الا بالسلاح. وين الديمقراطيه؟ الديمقراطيه اخذوها بقوه السلاح وفضوا الشغله يا اخي. انتخاباتها المسرحيه الكاذبه والله، ومن ايران ومن اللي جابهم من المالكي ومن هاي الدوله التعبانه، حكومات تعبانه كلها. نعم والله استاذ عمر، يعني هسه اليوم تدري الكاظم يشعلن اعلن قبل ساعات اعتقال منفذ التفجير مع الكهرباء الجامي بزمن المالكي، اليوم الكاظم اعتقل. سبحان الله سبحان الله، هاي لزم له معتقل بريض الله يكتب لحد ما خلوه يعترف على شغلات. يعني مثل هذا الاخ من بابل، هذا علي من بابل. نعم زيد من بغداد كان معنا، عذرا على المقاطعه والخط ده يقطع. ابو عراق من الفلوجه، تفضل ابو عراق. ليش بعض الاحزاب والميليشيات ترفض نتائج الانتخابات مع العلم هناك يعني منها من هو فائز بهذه الانتخابات او حصل على مقاعد في هذه الانتخابات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. استاذ عمر، احنا ليش دائما نلب اللوم على الشعب؟ قال الشعب يا اخي، الشعب شو يسوي بعد؟ يعني اجد من اللي صار فيه هسه، يعني قتله والمتظاهرين باقوا فلوس الشعب، ونرجع وين الدواره؟ قال الشعب عمي، ما هم نفسهم الميليشيات هم اللي قتلوا المتظاهرين. انا بالنسبه هسه كمواطن عراقي، انا اريد الحكومه اللي تجي هسه اريد تنصف الشعب العراقي، تقدم لي ذول اللي قتلوا المتظاهرين من امه. يعني قابل الملائكه نزلت من السماء، ما هم نفسهم ذول الميليشيات هم اللي قتلوا الشعب وقتلوا المتظاهرين. نعم، اذا هذه الميليشيات يعني انا سالتك ليش دعت ترفض نتائج الانتخابات اليوم؟ يا اخي خايفه، هاي خايفه لا يوم من الايام الحساب مالها، وحسابهم ان شاء الله هالايام. واقول لك تعالي، لان ابسط شغله هسه بهاي الانتخابات انتصار الشعب العراقي، انتصر عليهم. نعم انتصر، ما طلعوا يعني شد. احنا استاذ عمر، احنا ليش ننتظر؟ يعني انتصر، انت تعتبر بان الشعب العراقي او اغلبيه الشعب اللي ما شارك هو انتصار؟ لا لا، اللي ما شارك بالانتخابات انتصار، وصار واعي عند الشعب. استاذ عمر عرف من اللي يفيده ومن اللي، يعني اخر مرحله صارت عندنا شنو؟ احنا قاطع الانتخابات، يعني اجينا وياهم كل وسيله ما فات بيهم، هسه احنا قاطع. نعم، أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو ياسين من بغداد. أبو ياسين، لماذا هذه الأحزاب والميليشيات انقطع اتصال مع أبو ياسين؟ عبد الرزاق من بابل نفس التساؤل، لماذا هذه الميليشيات والأحزاب التي خسرت في الانتخابات وفيها من حصل على مقاعد ترفض نتائج الانتخابات بطريقة التهديد والوعيد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، أهلا بك دكتور. شوف هذا التصعيد وهذه الممارسات الخبيثة من قبل هاي الميليشيات القذرة راح تجر البلد إلى توتر أمني سياسي، وهذا التوتر راح ينعكس سلبا على سلم الأهل والمجتمع، وهذا اللي متخوف من عده حقيقة دكتور. يعني احنا نسأل الله ان يحفظ العراقيين من تهور هذه الميليشيات، لكن المستقبل ينبه بصراحة يعني مستقبل مخيف على العراقيين، وهذا ما اللي ما 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 اللي ما ما نريده ولا نتمناه لشعبنا. لأن دولة دكتور هم أصلاً ما يؤمنون بالديمقراطية والانتخابات، وقالها يعني كبيرهم نور المالكي أحد اللقاءات مالته، يعني إحنا ما نؤمن بفلسفة الديمقراطية، هم يؤمنون بلغة السلاح والقوة والعنصريات اللي يؤمنون بها. يعني هذا ناتج عن فكرهم تقصد؟ بالفعل نعم. هم نفسهم يعني هم إذا ترجع يعني إلى أبجديات فكرهم أو مبادئهم نعم نعم إذا الشرع ترجع إلى اختيارهم ما يؤمنوا بالديمقراطية، هم يؤمنون حالف حال داعش، يعني أفكار داعش ما يسلطوا على العرب، بس هم الناس مضغوط عليهم من قبل الأمريكان. فالأفكار مع الديمقراطية والانتخابات بعيدة عن كل البعد، فهاي شوفوا متى يعني جاء يعيشون قصة الازدواجية بكل شيء بالمعايير بالمفاهيم، وجاي يعيشون يعني قصة النفاق السياسي. دول يا دكتور ما يبنون بلد، يعني إذا استمر العراق بوجوده يعني مزيد من الدمار مزيد من الفشل. إحنا جاي نشوف يعني وصلت هاي الحالة، وإذا هي هاي الديمقراطية، هاي الديمقراطية أنت مو دعم للتغالب، هو على الديمقراطية يعني ربما هو يعني بسبب هذا الفكر الميليشياوي. يعني هو مفهوم الديمقراطية هو حكم الشعب والتداول السلمي للسلطة. ليش بال 2018 لما أخذوا مقاعد وفازوا بالانتخابات اللي ما شارك بها 18% من الشعب اعتبروها يعني قمة في الديمقراطية والنزاهة وإلى آخره، ليش اليوم من خسروا الكثير من هذه المقاعد اليوم يشككون بهذه النتائج ويشككون بنزاهة هذه الانتخابات، يتهمون مصطفى الكاظمي، يهددون بالمفوضية، يهددون بالأمم المتحدة؟ هي يعني دقة يا دكتور، هم دولة عايشين قصة الازدواجية، وإلا ما الذي بدأ من معادة هو 2018 اللي الناس نفس الحالة ما طلعت للانتخابات، وبال 2021 هم الناس ما طلعت للانتخابات. ليش بديش الانتخابات اعتبرت الانتخابات هو مكسب وانتصار لكم على العلم الناس ما طلعت؟ نعم. وهذا تعتبروها هزيمة، يعني شنو النفاق هذا؟ يعني احنا الى متى نبقى العقلية هاي اللي راح تجر البلد الى كثير من المآسي مع كل الأسف. نعم، نسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين. تحياتي لك دكتور. أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل، كان معنا أبو ياسين من ديالى. أبو ياسين، يعني ليش ما يعترف اللي خسروا بهذه الانتخابات بأنه هذه الانتخابات ما شارك بها الشعب وهي انتخابات مزورة؟ يعني بدل ما يطعنون بنتائج الانتخابات يقول لا، الشعب أصلا لم يشارك في هذه الانتخابات ولم تتجاوز النسبة إلا أعداد قليلة جدا، مثل ما يعني قال أياد علاوي أو تحالف أياد علاوي، قال 12% من نسبة المصوتين اللي شاركوا بهذه الانتخابات، واعتبرها بأنها انتخابات باطلة بحسب تعبيره. حياك الله يا عمر، حياك الله. أهلا وسهلا بك، يا هلا بك يا عمر.
هم طمعانين بالمفوضيه، لان المفوضيه هي تابعه لحسابهم، فكل ما يعدونهم كل ما يرفعون وينزلون، يرفعوا قسم وينزلوا قسم. يعني المالكي مثلا كمثال 37 مقعد هو متفق مع الحسراني يدور تصريح مدري شنو، ليش؟ يطمح براس الوزراء، لان موازن سنتين سابقات هو ودى فلوسه حولها الهلال قاعد تشتغل بلاد وفتحها الخاص، هو مدعوم هلاليا للمالكي. فهذول كلهم من الشاشة. شوف يا اخي عمر، انا خلينا الحين اخ ابو علي من لندن، لما سببها هي المرجعيه الفاسده، هي دائما العمليه السياسيه. يعني عايز اسال سؤال، المرجعيه ما تعرف حسن نصر الله من حمل الدواعي جاب ابو علي بالكمال في العراقيه؟ هي المرجعيه يا اخي عمر، ما نتحدث خلينا، ما يجي من حكم شيء من حكم صفوي، هذا حكم صفوي تابع الهلال، شعر عامل لصلاحه ابطال ثوار. يا اخي عمليه فاشله، شوف لازم يطلع يهدد قدام الدنيا وقدام القضاء والدول المتحده والفوضيه، يطلع ابو تراب شخص ما يطلع ست درهم يهدد بالسلاح علنا ويفجر المستشفيات ويفجر كذا. انتم من على قولتك من قبل تقولون على اساس انه حكومه ملاحيه، اليوم اصبحت مزورات. يعني انت بيناتكم خلينا نسميكم شيعه، هسه اذا انتم اذا المقتدر نفس الاحساب الربحاني، يعني ليش جايين تودرون البلاد الى 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 حرس شوارع الى 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 فد شغلات يعني تدمر بالشعب؟ نعم. وناس ما طلعت اشعار، العفو لما يطلع اشعار تجيبون عبر الجنابه يعاتب المنصور بازار يقول نايم، لا يا مشعل مو شعب نايم، لكن الشعب رابطكم ما يريدكم، رابطنا قبل الشيعه، لان انت دوله ايران بعد تديرون عمليه سياسيه اليوم 19 سنه، خمس دورات تقدم في العراق، يكمل اربع سنوات قبض ويطلع التقاعد، الشعب ما يطلع انتخبتكم، اذا انت 15 يدون 15، اذا هي اذا حدثت الفوريه اذا طالعين 15%، يعني ما كان 10 دقائق يقدرون يعدون اصوات، يعني ما في ناخذين. زين ابو ياسين. نعم، زين ابو ياسين. شلون نفهم بانه نور المالكي اللي حصل على 34 مقعد اليوم يرفض نتائج الانتخابات؟ يريد يصير هو رئيس الحكومة، يعني انت اذا صار على المقتدى هم كيف حتسمع سيرتهم نفس الجيوات الابيض هم اللي دمروا الشعب. خلينا نسال الدنيا والدين كلها، المالك تقدم العراق بس هو قاعد يقتل والذبح والتهجير، واحد مثل الموصل فلس العراق سلم الموصل قدام العالم ألف ألف من جماعة القاعدة وداهم بالمشاهد الحوارات ورجعهم لنا دواعش، يعني هذا هم اللي فرط بالعملية السياسية فتح علي، لأنه هذول يا أخي يا عمر هذول أذناب احتلال، هذول مو رجالات دولة، هذول ناس جابتهم أمريكا من الشوارع، مالك ولا غير مالك، شنو اللي قدمتوه؟ 18 19 شنو قدمت العام؟ يعني نفط هلا الموازنة 45 لو 42 حتى التوش 90 شنو غير الشعب العراقي؟ كل شو ما غير بس يطلعون يهددون، يا سالم مطلع طلع عدد قال لك يتحاسب قدام القانون؟ ما يتحاسب، لان هذا قادر على الدوله، هذول من الشرق تابع لايران والدنيا الخارجيه. انا اشكرك ابو ياسين من ديالى كان معنا. طبعا اتهمت عضو التحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيات الحشد زينب الموسوي، اتهمت ما سمتها جهات خارجية لم تسمها بالوقوف وراء تغيير نتائج الانتخابات، وأوضحت خلال تصريح صحفي بأن الهدف من ذلك هو وضع المدافعين عن الحشد خارج العملية السياسية بحسب قولها. في غضون ذلك واصلت القوات الحكومية استنفارها في العاصمة بغداد وبقية المحافظات من خلال انتشار أمني مكثف خشية حدوث عمليات تخريب أثناء تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات. بحسب ضابط في وزارة الداخلية أكد لصحيفة العربي الجديد بأن قوات الأمن ستتعامل بمهنية مع أي تظاهرة سلمية، إلا أنها لن تسمح بحدوث فوضى. واعتبر بعض السياسيين في العراق بأن هذه التظاهرات خرجت من أجل الكراسي، وقال المرشح الفائز بعضوية البرلمان عن حركة امتداد حميد الشبلاوي بأن تظاهرات الأحد خرجت من أجل الكراسي، مشيرا خلال مقابلة متلفزة إلى وقوف جهات سياسية خاسرة وراءها. وعلق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنقاري على تظاهرات الخاسرين في الانتخابات بالقول معارضو ومنتقدو متظاهري تشرين والذين أطلقوا عليهم سيلا من اتهامات منها الجوكرية وأولاد السفارة وغيرها
يقول السؤال: ماذا يطلقون من تسميات على أنفسهم اليوم بعدما انقلبت الآية وأصبح من كان يعارض التظاهرات ويهاجمها بشتى الوسائل اليوم متظاهرا يشعل الإطارات ويغلق الطرق؟ غرد متسائلا. طبعا أعلنت المفوضية العليا للانتخابات يوم السبت الماضي النتائج الكاملة للانتخابات التشريعية الخامسة في البلاد والتي أجريت في العاشر من الشهر الحالي. التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر حافظ على صدارة الكتل الفائزة في الانتخابات بفارق كبير عن أبرز منافسيه من القوى السياسية، حصل على 73 مقعد أي ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان البالغة 329، في وقت حصلت القوى السياسية التي توصف عادة بأنها مدعومة من إيران وأبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 34 مقعد، واليوم هو يعترض على نتائج الانتخابات. أما تحالف الفتح الذي يمثل الجناح السياسي للحشد الشعبي يضم 6 كتل وأجنحة سياسية أبرزها ميليشيات بدر وكذلك حقوق وسند وصادقون على 17 مقعد، يعني هم حصلوا على مقاعد. تحالف العقد الوطني بزعامة فالح الفياض وهو رئيس الحشد والذي دخل في تحالف مع الحزب الإسلامي الذي يمثل الجناح السياسي للإخوان المسلمين في العراق هم حصل على 5 مقاعد فقط في البرلمان، بس الجماعة ما راضين على هذه النتيجة. تحالف تقدم لزعم رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي حصل على 37 مقعد وهو ثاني التحالفات على مستوى العراق من حيث نتائج الانتخابات. الحزب الديمقراطي في أربيل بزعامة مسعود البرزاني حصل على المرتبة الأولى في أربيل رغم النزيف في عدد المقاعد البرلمانية التي تسبب بها المستقلون والحركات الكردية المعارضة في إقليم كردستان العراق والتي حققت نتائج بواقع 15 مقعد منها 9 لحركة جيل جديد، وحصل المدنيون والمستقلون في بغداد وجنوب العراق كما أسموا نفسهم على 40 مقعدا بينها 9 لحركة امتداد بزعامة الناشط علاء الركابي والذي أعلن عن سعيه لتكوين تحالف مدني داخل البرلمان ليأخذ دور المعارضة الحقيقية كما أسماها. وفقا لرئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان خلف فإن النتائج المعلنة مكتملة وبإمكان القوى المعترضة الطعن فيها خلال 3 أيام من إعلان النتائج التي بثها التلفزيون الحكومي وموقع المفوضية قبل الساعة 12 من ليلة السبت الماضي، ما يعني بأن النتائج ستكون نافذة للتصديق من قبل السلطة القضائية في البلاد يوم الأربعاء المقبل. طبعا حتى يوم أمس الأحد بلغ عدد القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات 6 كتل أبرزها دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري والعقد الوطني والنهج الوطني بزعامة عمار طعمة وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وهي ذات القوى المنضوية ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية التي أعلنت رفضها الكامل لنتائج الانتخابات واعتبرتها مطعونا بصحتها. لكن هذه التحالفات تضم بطبيعة الحال كتلا وأجنحة سياسية لميليشيات مسلحة نافذة في البلاد أبرزها صادقون الجناح السياسي لميليشيا العصائب، حقوق التابعة لميليشيا حزب الله، سند التابعة لميليشيا جند الإمام، وعطاء التابعة إلى فالح الفياض وبدر كما معروف بزعامة هادي العامري، إضافة إلى قوى أخرى مماثلة لم تحقق نتائج تذكر في هذه الانتخابات. كما أشرنا بأن القوات الحكومية تواصل حالة الاستنفار الأمني في بغداد ومدن عدة جنوبي البلاد، لكن مسؤولا في قيادة العمليات المشتركة صرح لصحيفة العربية الجديد وقال بأنه يتوقع رفع حالة الاستنفار خلال الساعات المقبلة مع الإبقاء على الإجراءات الأمنية الحالية. إذن تساءلنا في هذه الحلقة والتي كانت بعنوان لماذا ترفض بعض الأحزاب والميليشيات نتائج الانتخابات، وتساءلنا لماذا تعبر عن هذا الرفض بالتهديد والوعيد، وكذلك تساءلنا أليست هناك آلية للطعن من قبل أو من خلال مفوضية الانتخابات.
وتسألنا كذلك ما الذي يريده نوري المالكي الذي حصل على 34 مقعد في هذه الانتخابات بأن يتزعم ما يسمى بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية التي رفضت نتائج الانتخابات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.